مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم أنا الدكتورة نور محمد علي، طبيبة اختصاص في تقديم هذا البرنامج وأيضا في الإعداد. راح نستضيف بهذا برنامجنا أطباء اختصاصيين في مختلف الاختصاصات الطبية، وأيضا نستضيف مسؤولين من وزارة الصحة. طبعا نستقبل بهذا البرنامج أيضا اتصالاتكم واستفساراتكم عن أي موضوع طبي، سواء شكوى، مقترح أو أي سؤال طبي. خلونا نتابع هذا التقرير وراجعين وياكم. لطالما كان الارتقاء بالواقع الصحي حلم المواطن وأمنيته، لما عانى هذا القطاع من إهمال وتناسي كبيرين على صعيد الاهتمام بالمشاريع أو متطلبات واحتياجات المواطن داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع العام. فمن هذا المنطلق جاءت وزارة الصحة في ظل الحكومة الحالية التي اتسمت بحكومة الخدمة الوطنية، ملتزمة بالبرنامج الحكومي، وعملت على تصحيح مسارات هذا القطاع والاهتمام بالملف الخاص به، بمتابعة مباشرة وإشراف من قبل وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي. ما تحقق في وزارة الصحة كان بدعم كبير ومباشر ومستمر من دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني، وكذلك من مجلس الوزراء. والبرنامج الحكومي هو خير دليل ومثال على ما ذكرته: دعم للمراكز السرطانية، دعم للمراكز القلبية، الضمان الصحي، مشروع إدارة المستشفيات، تأهيل المستشفيات، ولأول مرة منذ فترة طويلة نشهد تأهيل لمؤسساتنا الصحية، وتأهيل على مستوى جيد وعلى مستوى أكثر من الجيد في بعض المؤسسات. باشرت وزارة الصحة تنفيذ خططها التي وضعتها للمشاريع المتعلقة بالصحة من إعمار وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية، متجهة بالعمل وفق أساليب وتقنيات إدارة المستشفيات الحديثة، إضافة إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوطين الصناعة الدوائية وتسعير الأدوية، والتعاقد منذ بداية عملها في ظل الحكومة الحالية إلى هذه اللحظة تمثلت بمنجزات قدمتها الوزارة لإيضاح العمل الدؤوب لهذه المؤسسة وعدم التغافل عن أصغر المشاريع بما تتمكن من أدوات متوفرة. وبعض هذه المنجزات تمثلت بافتتاح المشاريع الاستراتيجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والاستشاريات، إضافة إلى دعم وتطوير المراكز التخصصية ومراكز علاج الأمراض السرطانية، وأيضا تضمنت نصب وتحديث الأجهزة العلاجية وكذلك الضمان الصحي والخدمات الدوائية في القطاعين الخاص والعام وغيرها من الإنجازات الأخرى. أهلا ومرحبا بكم متابعينا مرة أخرى. اليوم معنا بالاستوديو الدكتور مصطفى حاتم الموسوي، طبيب اختصاص جراحة عامة، جراح اختصاص أقدم ومدير مستشفى الكندي التعليمي. أهلا ومرحبا بكم دكتور اليوم معنا. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام، تحية طيبة لكم. أهلا وسهلا بكم دكتور. دكتور، بداية خلينا نتحدث اليوم عن مشاكل عديدة تصيب الإنسان، خصوصا المشاكل الجراحية. رح نبدأ بموضوع الغدة الدرقية. الغدة الدرقية من الغدد المهمة بجسم الإنسان، واللي تفرز هرمون الثايروكسين، واللي يأثر بالتالي على مختلف الفعاليات الحيوية للإنسان. تفضل دكتور، اليوم حدثنا عن هذا الموضوع، نتحدث تفاصيل أكثر. طبعا الغدة الدرقية جزء رئيسي موجود في مقدمة الرقبة، مسؤول عن عمليات الأيض الغذائية، أيض الجسم. يعني احنا نقول على العقل مال الجسم، او هي الداينامو مال الجسم. التركيب يقع في مقدمة الرقبة، وزنها تقريبا 25 غرام، تتخذ شكل الفراشة، تتكون من فصين والثالث سحل الأسمص، يعني موجود مو في كل البشر. تفرز هرمون ثايروكسين مثل ما ذكرتي حضرتك. هذا الثايروكسين مسؤول عن تنظيم دقات القلب، درجة حرارة الجسم، هرمون الذكاء كما يطلق عليه. دقات القلب، حركة الأمعاء، شو اسمه، الجلد بصورة عامة. يعني ذلك عند تكون هناك خربطة في هذا الهرمون، مثل يعني حالات تصير بها صعود او نزول، كما يطلق عليه خمول او الغده السامه بالتعريف العام. على فكره الغده السامه هي ليست غده، بعض الناس
يفتي من الغده السامه هي غده سرطانيه، لا هي مجرد هو بالتعريف العلمي احنا نوصل لها ثايروتوكسيكوسيس او فرط في افراز هرمون الغده الدرقيه. سامه اطلق عليها سامه لان هي المريض صراحه عاده علامات الغده هسه نتناولها بصوره يعني مفصله. الغده الدرقيه اكو بيها خللين، اما يكون خلل وظيفي او خلل نسيجي. الخلل الوظيفي حيكون اكو افراط في افراز هرمون ثايروكسين، وطبعا علاماته تختلف عن هرمون الغده الدرقيه. او احيانا كما يطلق عليها بالعرف العامي احنا نقول امير المؤمنين سلام الله عليه يقول خاطب الناس على قدر عقولهم. نتحدث بلغه العالم يقولها هوائيه مرات. الهوائيه كما مشاهد العالم هي الغده اللي يكون افرازاتها بصوره طبيعيه، يعني شلون من دز هرمون التي 3 وتي 4 تي اس اتش راح يطلع طبيعي تفرز بصوره صحيحه. من تفرز بصوره صحيحه العالم يصحوا لها هي الغده الهوائيه. هاي يصحوا لها الخلل احيانا يكون ماكو خلل وظيفي لكن اكو خلل نسيجي، هسه نحكيها بتفاصيلها. زين؟ فمن يكون اكو فرط في فراسه حتكون علاماتها تختلف عن افراز خمول احسن او الكسل. احيانا مثلا يجيك فجأة يصير عنده خفقان دقات القلب، خفقان طبعا على فكره الناس ما فاهمه شنو الخفقان، يحس انه الكارديك بيت يعني دقات القلب تكون محسوسه احسنتي ارتفاع قلبي ياكل ويضعف محتار 24 ساعه ارتفاع بدرجات الحراره صاحب احيانا تغيرات يعني تساقط بالشعر عصبي جدا نار عكس ابو هرمون اللي يصير بها احيانا بطنه اسهال ارتفاع ضغط الدم كلها علامات الغده ارتفاع بهرمون ثايروكسين الغده السامه انا ما احب اقولها غده سامه المصطلح شويه العالم تفتهم انه سامه سرطانيه لا بالعكس علميا انه الغده السامه تكون اقل من غده اغلب الحالات اللي يكون بها يعني بعد ما ناخذ الغده الدرقيه ونزيزها الزرع النسيجي الحالات يكون بها اما خمول ما تشتغل صوره صحيحه او طبيعيه نادر لما تكون الغده السامه هي غده سرطانيه بالعكس. زين دكتور عفوا شلون يتم علاجه جراحيا مثلا بالنسبه للغده لفرط الافراز؟ فرط افراز تبدي يا انت اكو العلاجات مالتها اولا عندك اثنين نوعيتين انه تعرفين هذا كو تي 3 تي 4 تي 3 قد حول تقطع هاي السلسله عن طريق نيماكازول او كارمازول اللي تبدي بجرعته ممكن نوصل مرات 9 حبايات اللي جرعه 5 ملغرام يعني 3 في 3 يصير تقريبا نوصل 15 هي تقريبا توصل 45 مرات وبعد ذلك ننزل الجرامات ينضاف الى انديرال حب ابو ال 40 او ال 10 حسب الحاله مالتها حتى يقلل الخفقان اللي احسنت يقطع هاي السلسله جراحيا دكتور هي اكو انديكيشن يعني اكو انديكيشن جراحي مو كل واحد غده سامه تعسر عمليه اكيد لان اذا غده سامه وسوي العمليه تعرفين هاي اذا سامع ثايرويد ستورم يعني اكو مشاكل تصير اثناء التهدير تبدي انت العلاج مالتك ممكن 6 شهور على فكره الحامل ممكن تاخذ علاج غده سامه نعم تاخذ البروبوثايروسيد سامع به 50 ملغرام اما بالنسبه للبقيه لا نيماكازول او كارمازول تبدي الان حتى 6 اشهر اذا ما استجاب بعدين اخر شيء اذا سامع به الكبسوله المشعه اذا ما استجاب بعد سنه فاك تداخل جراحي التداخل جراحي يكون نوعيتين اكو عادة تعرفين هو شو حيصير بيه؟ احنا ما شرحت التفاصيل مال الغده. قلنا بالبدايه شنو اكو خلل وظيفي الخلل النسيجي. الخلل النسيجي شو اقصد بيه؟ اكو عقد. مالتي نوديولا جويتر هذا لما نجي دائما يجي السونار مالته. هاي العقد الموجوده الحين اكو عقد تصير مثل الدعاب داخل الغده الدرقيه هذه هي تفرز من الثايروكسين اكثر من الطبيعي. راح يكون افراط فيها. شنو الخلل بيها؟ احيانا الغده تتضخم تضخم تام، احيانا هاي اكو حالات اثناء سن المراهقه اثناء الحمل ممكن يصح له فانكشنال ثايروتوكسيكوسيس يعني يصير الوظيفي يصح له. واحيانا لا يكون تضخم مع مصاحب بعقد. عقد يا الاخطر العقد المتعدده او المفرده. نعم. العقده المفرده تكون اكثر خطوره. زين شنو المقصد به؟ انه العقده المفرده اذا كانت عقده مفرده اكثر من 1 سنتيم ندز المريض على يسحب الاف ان اي سحب الخلوي النسيج الخلوي لغرض التحليل لهذا النسيج وبالتالي اكثر من 1 سنتيم ندزه حتى ليش؟ لان اكتشفوا علميا انه الام ان جي مالتنيدول جويتر يصير اقل خطوره تتحول الى خبيث لا سمح الله
الأكثر خطورة هي إذا كانت عقدة واحدة وأكثر من 1 سنتيم. على فكرة معلومة أخرى أضيفها، أكثر الله يكفيكم الشر والصحة الجميع إن شاء الله، إن شاء الله الله يعافي الجميع إن شاء الله. أكثر خطورة منهم الرجال، نعم. سرطان الغدة الدرقية 9 على 1 يكون أكثر عدة رجال. لذلك أنا كجراح من يجيني غدة درقية شو وقت إنه دق عندي جرس الإنذار شاب، نعم، أو رجل بصورة عامة، فجأة صار حس إنه تضخم بالغدة، تضخم وفجأة يعني يعطيني احتمالية. لذلك أنا أغلب مثل يعني مش صرف رقم معين الغدة الدرقية، أغلبيتهم رجال يطلع لا سمح الله خبيث الغدة الدرقية، وهي بخمسة أنواع البابلاري والفور. خلينا نشوف فاصل ونرجع إن شاء الله متابعينا الكرام، ننتقل إلى هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلاً ومرحباً بكم متابعينا مرة ثانية مع الدكتور مصطفى حاتم الموسوي، جراح اختصاص أقدم ومدير مستشفى الكندي التعليمي. أهلاً ومرحباً بك مرة ثانية دكتور. دكتور، نواصل حديثنا حول موضوع الغدة الدرقية. كنا نتكلم أنه تكون إذا كان تضخم في الغدة الدرقية خصوصاً في الرجال رح نشك في أمراض خطيرة لا سمح الله. ونكمل أيضاً حديثنا حول الغدة الدرقية اللي يسموها عامة أنها السامة، هل هي أكثر بالنساء أم بالرجال؟ واي اعمار هي بصورة عامة الغده الدرقيه؟ امراض الغده الدرقيه اكثر اصابه هي النساء. نعم. اكثر اصابه تضخم الغده الدرقيه عند النساء، لكن الامراض يعني انه اكثر شيء الخبيث اكثر وين اصابه بالرجال 9 على 1. احنا ذكرنا انه الغده السامه، نعم، احنا قلنا الغده السامه ما احب المصطلح. نعم. فرض في افراز الغده الدرقيه يفرز الهيموثايروكسين بشكل اكثر من الطبيعي، مثل ما ذكرت انه تعاني من خفقان، تاكل وتضعف، نعم، مسدوله 24 ساعه، عصبيه، حراره 24 ساعه، يعني صيف شتاء شو اسمه محتر 24 ساعه الغده، نعم، الدرقيه، ناس لابسه قماصل ولابس لنصر دان ويمشي ابو الغده السامه خصوصا بالشتاء. يعني ذكرنا مثل ما ذكرت شنو يكون اذا كانت عقده واحده او متعدده حيكون اكو فرط فيها، نعم. العكس ذلك هو الغده الخامله، الغده الخامله المريض حيعاني انه ما ياكل ويسمن، ينسى 24 ساعة، يعني من دقات القلب يكون أقل من الطبيعية، نعم، بطنة قبض غالبتهن، أكو تغيرات بالجلد، تساقط بالشعر، أكو بالغدة الدرقية السامة تكون أكو جحوظ بالعين، يعني صار لك سوفتالماس وعلامات معينة، هذا بالأدفانس ذن الريفرز قبل العين سبي جاهز عين القدام، نعم، ذن يكون الأمور بها. علاج الغدة الدرقية الخاملة عكس الغدة السامة، نعم، زين، والتشخيص جدا سهل عن طريق إرسال هرمون الفحوصات المعينه الثلاثي الغده التي 3 والتي 4 والتي اس اتش حي الشخص. العلاج بالغده الخامله يختلف عن الغده السامه، نعم، بالغده الخامله حيكون تبني ضد العلاج عاده الغده الدرقيه ايش قد الجرعه يعني ايش قد تفرز هي 1.5 الى 1.8 تقريبا 1.7 بصوره عامه تقريبا 100 انترناشونال يونت يعني 100 ملي جرام، نعم، يعني فوق قد مات وعلاقة عكسية مثل ما تعرفين تي اس اتش والتي 3 4، نعم، يكون كل ما يصعد هرمون تي اس اتش انه اكو خمول بالغدة الدرقية، نعم، اذا نزل بالعكس انه غدة سامة، نعم، راح يكون علاجه هرمون حب الثايروكسين، نعم، عادة حب الثايروكسين يؤخذ صباحا حتى بعد العملية، سنتكلم عن انه، نعم، العلاج الجراحي لها يؤخذ صباحا قبل الافطار بنصف ساعة، ما يتداخل ويا العلاج الا بعد ساعتين، اذا قبل الافطار اذا ما عندك علاجات مثل العلاج. معلومه مهمه انه المريض يعرفها حتى يلتزم بالعلاج. ومرضى يجون مثلا ما مثل ما بعد رفع الغده، نعم، الدرقيه ما ماخذه بصوره صحيحه، او ياخذه ويا الاكل او ويا علاج ثاني ما يصير. نعم. لازم يقعد الصبح خاصه يعني صباحا بالسبعه بالثمانيه يكون، نعم، ويا الصبح قبل الافطار. قبل الافطار نص ساعه على الاقل. على الاقل. نعم. على الاقل حتى يشتغل بصوره صحيحه، نعم، هو هرمون الغده الدرقيه. سنتكلم عن العلاجات، العلاج الجراحي طبعا سابقا العلاجات هي مو سابقا الجراحات القديمه كان اكو تعرفين تقسيمها توتال وسب توتال يعني رفع جزئي شبه جزئي او كلي كلي. حاليا اتجاه العالمي انه رفع كامل الغده الدرقيه، زين، رفع ما بقي من عندها شيء، ليش؟ لان الرجوع العمليه الثانيه تكون اصعب من الاولى، يعني تكون عملية جدا معقدة. وضع التشريح الغدة الدرقية شلون البناء القديم والتساقات ممكن يؤدي إلى ضرب العصب التائه، ممكن صوته يفقده، ممكن يسوي الغدة جار الدرقية، ممكن يعني العملية الثانية، نعم، شافوا بدراسات علميا انها من الافضل انه رفعها بشكل كامل. يعني احنا صراحة الان كجراح صار لي ما يقارب 9 سنين اخصائي جراحة،
نادر ما اشتغل رفع جزئي، اذا كانت مثلا احيانا عمرها صغير نعم. مثلا عمرها يقول 20 سنه من ترفعها تبقى مثلا الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن مرات تبقى هاي 50 سنه مثلا عمرها نقول 70 20 و50 سنه تاخذ حبس شويه صعبه. ممكن مقدار احنا صح الثمب مقدار هذا الاظفر ده بقى جزء من عندنا من الغده الدرقيه نصف او مقدار هذا الثمب كلش كافي ممكن يفرز ما تحتاج حب. لذلك احيانا مريض تجيني مثل عقده يعني او جزء من عده المريضه نشيل الجزء المريض ونخلي الجزء الغير الجزء النظيف يبقى عندنا. لكن شنو نقول للمريض لازم متابعه. ليش نخير المريض ترفع كامل تبقى طول عمرك على الحب مع العلاج وتاخذ العلاج مدى الحياه، وطبعا صراحه مزعجه المريض ياخذ 30 و40 سنه انه ياخذ علاج الغده الدرقيه شوي يعني احنا خاصه احنا كمواطن يعني مهما يكون الشعب العراقي شوي ما يحب العلاجات. لذلك هسه شوف اغلب شركات الادويه واكو اتجاه عالمي انه استخدام حب الثايروكسين اكو ترايل انه يستخدموه اسبوع يعطون جرعه مال اسبوع كامل حتى يقلل مثلا يقلل من الالتزام باخذ العلاج اليومي نعم لانه يكون متعب. هذا بصورة عامة عن دكتور توجد مشاكل أخرى اللي هي أوتو أميون ديزيز أو المشاكل المناعية الخاصة بالغدة الدرقية. إيه هاشيمو ثايرويدايتيس مثلا أكو أحيانا يجون نفس العائلة قريبتهم مثلا أنا مشتغل أمان يعني نعم. عائلة ثلاثة أربعة كلهم غدة درقية. إذا العامل الوراثي العامل إيه هذا ديزي أنتي ثايرويدوجين أنتي بودي ممكن نعم. شخص من عدة هاشيمو ثايرويدايتيس هذا يصير عدة هبوط بالغدة يعني خمول بالغدة الدرقية والشخص يكون الغدة متضخمة واكو طبعا انديكيشن انه شو وقت نرفع الغده الدرقيه مثلا واحد من عندهم ما ذكرت قبل شوي النقطه انه واحد فجاه وطلعت مثل الغده الدرقيه وصار السحب سسبشن يعني ممكن تاثر على البلع في بعض الاحيان انه لا هي هذا البلع شو مبالغه لا نعم. هي تعرفين انت حضرتك طبيب وتعرفين الغده الدرقيه تكون مقدمه الحنجره نعم الايزوفيغس والفارينكس يصير بوستيريور يعني صعب الصعوبه بالبلع اول ما هذا تاثر على النفس صراحه التنفس اذا ريتروستيرنال تبدي تخنق المجرى ما تنفس اي مال البلع لا نعم. يعني صعبه شوي اناتوميا يعني تشريحيا صعب صعب نعم. فتضغط على المجرى التنفسي تسوي حتى يحصل لارنجيو ماليشيا يصير تضيق بالحنجره ماكو ذني الرنجات مال نعم. مال هذا يصير بيه تضيق الطبيعي مثل هيك حجمها يصير بيه كثره يصير تضيق بيها نعم. شو وقت نرفع الغده الدرقيه من ضمن هالحالات انه عندنا احتماليه بالسحب اثناء السحب هذا الخلوي انه احتماليه انه لا سامح الله اذا شاكين مرض معين انا صراحه يعني نصيحتي دائما غده درقيه رجال حطه بين قوسين نعم تطلب روف اذروايز يعني حتى مرات احيانا السحب ما ينطي لان اذا ما ياخذ ظل داخل الخليه خمس انواع من الموجوده الخبيث مال الغده الدرقيه نعم. وكل واحد سلوكياته تختلف عن الاخر يعني الموست كومن هذا البابلري والفوليكل والدلوثايرويد والانابلاستيك واللنفوما كل هذه نعم. الموجودات نعم. خمسه انواع من عندهم هو الاكثر شيء هذا البابلري الشغله الثانيه شو وقت انه بيبدي يضغط على مجرى التنفس زين والاخرى احيانا مثل اغراض تجميليه قسم مثل شيء يرفعها زين ومثل ما ذكرت قبل شوي ذكرنا انه غده سامه ما تستجيب للعلاج ذاك الوقت لازم يرفع جراحيا دكتور خلينا نروح موضوع اخر موضوع المعده ومشاكل المعده نعم. الجراحيه مثلا قرحه النازفه او غيرها من المشاكل اللي تصيب المعده نعم. كذلك الصفراء والكبد خلينا نتحدث عن هذا الموضوع نعم. جهاز الهضمي نعم تعرفين القرع المعده الله سبحانه وتعالى خالقها اكو جزئين معده جزء حامضي وجزء قاعدي قرحه المعده شافوه اكو متعلقه ببكتيريا اسمها هيليكوبكتر بايلوري اللي هي موست كومن يعني 85% وقسم البحوث تقول 90% هي السبب الرئيسي لحدوث القرحه قرحه المعده اكو قرحه نازفه واكو احيانا احنا كجراحين تجينا طبعا هذا اكو الموضوع بين التداخل تعرفين هسه الطب ما شاء الله صار اكو اختصاص جهاز هضمي اكو ناس يعني شوي الشعب لازم يفهم الموضوع بيه نعم مو كل شيء جراحين صح يعني نفس الجهاز هضمي اكو اختصاص باطنيه جهاز هضمي وجراحه جهاز هضمي نعم ممكن قرحه المعده حاليا عن طريق الناظور ناظور المعده اللي هو طبيب اختصاص باطنيه جهاز هضمي يدخل عن طريقها اما يكويها او كليبسات ممكن يوقف النزف مالتها او اذا سمح الله احنا كجراحين شو وقت ندخل انه اذا صار مرات احيانا يصح لنا بيرفوريشن يعني يثقب المعده نعم. عاده ما يصير ويا نزف هذا النوع ذاك نعم. النزف يصير داخل المعده يجي المريض يزوع دم هذا القرحه المنفجره لا
يثقب جدار المعدة أو جزء الأول من 12 ويصير السوائل تصير داخل البطن. يجيك المريض حالة بطن حادة. هذا ذاك الوقت أما عن طريق الناظور نفتح يعني نخيط الجسم أو عن الثقب أو عن طريق جراحيا. شلون نتجنبها؟ طبعا اكو مسببات لقرحة المعدة. شافوا أكثر ناس هم جماعة صنف الدم أو يصابون. اثنين مثل ما ذكرت لك النقطة الأولى اللي هي الاتش بايلوري جرثومة المعدة. طبعا على فكرة جرثومة المعدة مع الأسف يعني صارت مثل تيفو. تذكري حضرتك طبيبة كان تيفو يا رجل مسخن تيفو هاي جرثومة المعدة. جرثومة المعدة مو بالسهولة تشخيصها. يعني هذا الاتش بايلوري انتبادي وانتيجين بالستول هي الأكثر دقة عن طريق الخروج. نعم اللي هي تقريبا 80-90% شخصه. والاضبط واحد اليوريا بريث تيست هذا عن طريق فحص تنفس احسنت بالنفس. اما عن طريق الدم لا ممكن يطلع نيجاتيف وهي بوزيتيف يعني 50% من الدم قامت يعني هي موجوده يطلع سالبه او طيبان وتطلع موجبه فمو دقيقه جدا. شلون نتجنب قرحه المعده؟ مثل ما ذكرت النقطه الاولى انه انت صنف دم او وعندك الجرثومه هاي اكو اثنين عاملين خطر. الثالث المدخنين. وكناس تغفل شغلة نقطة رئيسية. وأنا شفت صراحة أطباء المفاصل أو الكسور دي يستخدمون أدوية المعدة هم تخفف من القبيل. أدوية المفاصل. نعم. كثير من الناس هاملتها. أدوية المفاصل سبب رئيسي للمشكلة هذه. وأيضا المسكنات دكتور. اللي المسكنات. مسكنات بشكل عام. نعم. صورة عامة. يعني كلهم تعرفين هاي يشتغل على البروستاغلاندين. نعم. اللي هو الموجود الريسبتر موجود داخل المعدة. داخل المعدة. راح يهري جدار يأثر على جدار المعدة يسوي تقرحات استخدام على خاصة على المعدة فارة يعني هذا الاندوسين الأسبرين الفولتارين أحد أسباب يعني إحنا يجونا مرضى مثلا ضارب أبرة فولتارين هاي الأبر الخبط يخبطوا ما شاء الله فولتارين ديكادرون يجونا بحالة بطن حادة نفتح بطنه نلقى المعدة مالته مزروفة ليش لا ياخذ مثلا الفلونزا هو ما ماكل شيء يروح يضرب أبرة فولتارين حتى يخفض السخونة ارتاح من السخونة وفتحنا بطنه فهو صراحة سوء استخدام يعني لأن عالميا ماكو شيء يروح للممرض يضرب ابرتين خبط حتى يطيب ماكو شيء بالعالمين يعني احد اصدقائنا كان في دوله ما يقول اي مريض ابره ما يصير يضربها في عياده خارجيه بداخل المستشفى تضرب الابره اكيد هو الافضل لمصلحه المريض انها تكون داخل المستشفى. دكتور خلينا نشوف فاصل وراجعين ان شاء الله. متابعينا نشوف هذا الفاصل وراجعين مع دكتور مصطفى الموسوي. اهلا بكم متابعينا مره ثانيه مع دكتور مصطفى حاتم الموسوي. اهلا بك دكتور. نكمل كلامنا حول امراض المعده الجراحيه يعني الاورام القرح النازفة وغيرها من الأمراض اللي تصيب المعدة. نعم. كنا نعقب على كلامنا قرحة المعدة مثل ما ذكرت إنه استخدام الأدوية بصورة خاطئة. نعم. استخدام الفترة حتى بصورة عامة هو يجون المريض للمستشفى أو العيادة يذكرنا وده يستخدم أوبرازول. نعم. فترة طويلة وهذا الشيء هم خاطئ. شافوا علميا بالبحوث العلمية إنه استخدام الأوبرازول أو فترة يغير من جدار المعده استخدام كرونيك يوز اوف بي بي اي برونتون بامب انهبيتر هذا الامبرازول لانزبرازول وغيره ممكن يغير ممكن لا سمح الله يحول جدار المعده من خلايا طبيعيه الى خلايا مو طبيعيه استخدامه سنتين ثلاثه واي مره وهذا الشيء خاطئ طبعا وايضا هذا شائع بمجتمعنا للاسف انه ياخذون بدون وصفه طبيه ويستخدم العلاج لفترات طويله وبالتالي تؤدي الى مشاكل سنتين. فكل هالامور لازم المريض يكون على وعي. نعم. يعني انت عندك مشاكل انا مريض مثلا انطي علاج شفت شهر تجاب. شهرين ما استجاب انصح المريض انه يسوي الناظور. طبعا على فكره الناظور المريض يخاف من الناظور حقه مر احيانا المريض انه اغلب المرضى صراحه من كلهم ناظور يخافون احسنت يتوقعون انه الناظور راح يسبب لهم امراض سرطانيه لا سمح الله مع العلم هو التشخيصي فقط. انا دائما اضرب مثل للمريض صراحه يعني لا ما ممكن تشخيص قرحه المعده او مشاكل المعده عن طريق لا مفراسي شخصه فحص ما يشخصه ولا سونار. دائما اضرب مثال هو مثل ما ذكرت بدايه الحلقه يقول امير المؤمنين خاطب الناس على قدر عقولهم. نعم. المعده مثلها بغرفه مغلقه. السونار واحد يباوع من ثقب صغير هذا يباوع بينه يشوف شيء داخل المعده الغرفه لا ما يقدر يعرف كل التفاصيل. المفراس واحد يفتح باب الغرفه. نعم. اما الناظور هو واحد دخل داخل الغرفه بالضبط. صح. فيدخل بالناظور حيشوف شكو من مشاكل. مرات اكو شغلات يعني شغلات هيك بسيطه وصغيره كذا لا سمح الله فد ورمه او فشي حيقف عن طريق الناظور. نعم. فاضبط او احسن وسيله احسن وسيله للتشخيص
نقول عليه يقطع نزاع القوم هو شنو؟ الناظر. نعم. الناظر مشكلته ويا المريض انه ازعاجاته صراحه، انه كان اكو مثلا احيانا يجرع تحت التخدير العام. نعم. اي كان هالمشكله ما صارت به، كانت ايزي. نعم. يعني هو علميا انت مريض ما استجاب، اكو تقيؤ دموي، اكو عدم استجابه، لا زال اوجاعه، لا زالت مشاكله بالمعده، افضل تشخيص انه يجري الناظر على الاقل نوصل الى تشخيص. سوى ناظر ماكو شيء، نرتاح احنا نفسيا، وارتاح هو المريض بحد ذاته. العام النفسي ياثر على المعده طبعا اكيد، ودليل على ذلك احنا اغلبيتنا كمواطنين نسمع خبر ايموشنال، يصير بطنك احيانا اسهال او اوجاع بالبطن، او عارفين فيجاس نيرف هو يزود احسنتي. نعم. هذا ستريس كذا يسوي مشاكل اخرى، ياثر طبعا، ياثر تاثير مباشر حتى على قرحه المعده ويسوي مشاكل اخرى. نتكلم على موضوع القناه الصفراء، اورام المعده بشكل سريع، اوراض المعده. اورام المعده نعم، هي طبعا على فكره تعرفين اكثر اصابه، يعني ذكرنا قبل شويه انه اكثر بلد جروب او، جماعه الجروب او شافوهم اكثر اصابه بقرحه المعده. نعم. جماعه البلد جروب اي بس بعض سائل يسال شنو فلان فلان، لا يعني شافوا بدراسات، جابوا 100 واحد. نعم. فحصوهم، عندهم الله ان شاء الله يعني صحه والعافيه لكل المواطنين. شافوا ذول عندهم سرطان المعده، من ذول طلعوا نسبه عاليه اغلبتهم جماعه بلد جروب اي. زين. نعم. على فكره منو اول من اخترع الناظر؟ يمكن معلومه تعرفيها بالكتاب. هم اليابانيين. نعم. اليابانيين عندهم السحول السموكي رايز، ياكلون الرز المدخن. مدخن. شافوا انه هذا، ف عندهم حالات سرطان المعده عندهم كل شويه. نعم. فاول ما اخترع الناظر هم جماعه الفوجي والاولمباس. نعم. هم اكثر شركات مستخدموه. فسرطان المعده يعني حالات مو كثيره، مو شاعبنه، يعني يمكن احنا بالاصابات بالعراق اكثر شيء سرطان ثدي اكثر، خاصه بعد. نعم. التعاضد الاشعاع بعد سقوط النظام اكثر اصابات انه سرطان ثدي. نعم. سرطان المعده اقل يعني اصابات صريحه. نعم. يعني صار لي يعني بالجراحة يعني ما شايف كيسات كلش قليلة. يعني يمكن. نعم. سرطان القولون أكثر. نعم. الثدي البنكرياس، لكن كيسات المعدة يعني حالات تكون أقل من باقي الأورام. نعم. دكتور خلينا نتكلم اليوم عن أمراض الكبد والصفراء. نعم. وحصل الصفراء وكيفية علاجه أيضا، وأيضا موضوع شائع خصوصا بين النساء. نعم. نعم. تعرفين القناة الصفراء هي القناة الرئيسية اللي تربط ال جزئين من الكبد، احنا نسحب رايت هيباتيك وليفت هيباتيك، تربط القناه الصفراء اللي الرئيسيه تربط بالجزء الثاني من الاثنا عشري. نعم. نتكلم وياه عن المراره. نعم. هواي كثير من المرضى يسال المراره والمراره، شنو وظيفه المراره؟ نعم. هي كونستريشن بايل، مسؤوله عن خزين افراز ماده الصفراء، مو افراز، خزين. خزين. نعم. خزان. نقول تكثف من عنده، شو وقت تشتغل؟ هواي من المرضى يسالون الدكتور إذا شفت المرارة شنو تأثيراتها؟ وآنياً ما لها أي تأثير. حيكون عندك ممكن ما بعد رفع المرارة صاحبك قد يكون عندك إسهال أحياناً، دائماً أنا من أرفع المرارة أقول للمريض حاول تأكل وجبات ثقيلة. ليش؟ تقريباً يشيل 50 سي سي من المادة الصفراء. نعم. اللي هي مسؤولة عن هضم الدهون. أحسنتي. أكو هرمون سحلة سي سي كي كولسيستيكينيز. نعم. هذا موجود بالمعدة. قرب المثال للمواطن الكريم، شلون السياره مترجع البقي دق ماكو حساسه على الله سبحانه وتعالى، سبحان الخالق العظيم. اكو هرمون سي سي كي هذا كورسيستوكاينيز يقلص المراره، يفرز الماده الصفراء حتى يهضم الدهون. يهضم الدهون. نعم. حسنتي. من انت ترفع المراره تاكل وجبه ثقيله ما راح يصير هضم بصوره صحيحه. نعم. راح يصير عندك اسهال. زين. شنو المشاكل تعانيها القناه الصفراء؟ قناة الصفراء مشاكلها كل شوية. نعم. يعني تكون مشتركة بيننا احنا كجراحين وبين الباطنية. الباطنية. نعم. احيانا اكو حصات حصوة تكون سادة للمجموعة. احسنتي. اكو سحلة برايمري يعني انية موجودة او. نعم. سكندري نازلة المرارة تنزل متوقفة في المكان. احسنتي. دي هي احنا قلنا المرارة وين تربط؟ بالجزء الثاني والاثنا عشر. الثاني. نعم. اذا جتي حصواية حجقت بهالطريق راح يكون عنده اذا سمع بيدي يرقاني، اكيد سامعين حضرتك طبيعي تعرفون يرقاني انسداد الاوبستركتيف جوندس. نعم. اللي صاحبه تعرفين
ممكن تكون حكة، اصفرار بالبشرة، كريات الدم الحمر، عمرها 120 يوم. نعم. 120 يوم طبعاً العمر افتراضي كلهن. بس 120 يوم مو كلهم يموتون نفس اليوم، بس قصدي 120 خلايا 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 فيتحول الى بايل وهيم، الهيم يرجع للدم. نعم. والبايل ماده صفراء يتحول الى كونجكيتد نون كونجكيتد، يعني نوعيتين، يكون مباشر وغير مباشر حتى. نعم. كان باللغه العربيه. المباشر حي يفرز ينزل من الكبد، هاي القناتين يرتقن وين ينفرز بالجزء الثاني، وقسم منه يبقى بالمراره حتى تنال. نعم. الوجبات الثقيله تتخلص وتفرز الماده الصفراء. اذا صار انسداد حصواية أو أورام أو حصواية موجودة أو حصواية نازلة من نعم. المرارة، ما راح هذا الباثوي راح ينسد. وين يرجع؟ يرجع بالتالي الكبد. نعم. راح يكون آلام تقيؤ، آلام شديدة جدا، يرقان انسدادي مثل ما ذكرت. لأن المادة الصفراء وين ترجع؟ أول ما دانس نسأل المريض، طبعا على فكرة ممكن تشخيصه جدا سهل، دايركت وان دايركت، لانه ندز ابو صفار المباشر وغير المباشر. يصعد عندنا الدايركت انه اكو مشكله هنا ويا الليفر انزايم مضاف الكبد. نعم. ممكن الشخص من عنده نسال المريض سؤال جاي من اول ما يبدي انه دراره يتغير، صار درارك مثل الشاي نعم، او خروجك صار كليك مثل معجون مال جامي، يصير مرات يصير لين الماده. نعم. هذه الماده الصفراء ما تنفرز فيصير خروجها بيها. شنو العلاج للانسداد بالقناه الصفراء؟ هذا كان ابستراكتيف جوندس. حيكون اكو لا سامع بي اكيد سامعين بي اي ار سي بي، ناظر قناه تنظير القناه الصفراء. اذا كانت السبب للحصات او ما اللي مسويها بالقناه الصفراء هي حصات نازله للمراره، نعم، يسوي يفتح القناه الصفراء وبعد ذلك يحتاج تداخل جراحي، لازم ترفع المراره. واي من المرضى يسال الدكتور اقدر اشيل الحصو مال المراره؟ لا ماكو شيء. نعم. حصو المراره ما ينشال وحده، تنشال المراره وحصوها. زين، ونرجع للنقطه الاساسيه اللي ذكرتها قبل قليل، انه وظيفه المراره هي خزين الماده الصفراء. نعم. ممكن ارجع اكل دهن؟ نعم، تقدر تاكل دهن ورا فتره. انا دائما اريد ورا شهر شافوا بالبحوث العلميه انه بالعكس ياكل دهون يوسع القناه الرئيسيه، القناه الصفراء. ممكن يمارس حياته الطبيعيه بعد اشهر شهرين ثلاثه. نعم. يرجع لحياته الطبيعيه. دكتور، نتكلم عن مواضيع أمراض ومشاكل الكلى الجراحية. نعم. أيضا من المشاكل الشائعة جدا في مجتمعنا أنه حصى في الكلى أو مشاكل أخرى. نعم. خلينا نأخذ فاصل ونرجع إن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع. مشاهدين الكرام، نروح لهذا الفاصل وراجعين وياكم إن شاء الله. أهلا بكم متابعينا، بعد الفاصل نكمل حديثنا مع الدكتور مصطفى حاتم الموسوي حول موضوع حصى الكلى. نعم دكتور تفضل. طبعا حصى الكلى من الامراض الشائعه عندنا في العراق. طبعا اغلب المرضى مفتهمين ان حصى الكلى عن طريق الماء، لا بحد ذاته مو الماء، اكو ناس قاعدين بالاهوار وغيره وما عندهم مشاكل كلى، التغذيه صراحه تغذيه وطبيعه الجسم، ممكن تكون طبيعه الجسم وطبيعه الغذاء. وبعضهم تسمع او في الماء يشاع انه يقال انه هذا الشخص تكون حصى الكلى مالته. تعرفين اربعه انواع الحصى الموجوده الشائعه، واحد من هذه سحله يعني موجود فاميليار او الموضوع بصوره عامه. يعني حصات الكلى شلون يكون بها بصوره عامه؟ انه الاشخاص اللي يقل ما يشرب ماء بصوره كثيره، لكن هو اكو موضوع اختار من انه تغذيه صراحه. نعم. مثلا ياكلون لحوم حمراء بكثره، الاسماك البحريه احيانا، الاملاح الجسم تعرفون بها تتكون عن طريقه، لان الحصوه ماكو حصوه تترسب. نعم. يكون ترسب هي الكريستالز. نعم. تتجمع سوى حصى بصوره عامه. نعم. شلون نتجنبها؟ نتجنبها عن طريق انه واحد يكثر من شرب الماء. بصوره عامه يا الاكثر حصى الكلى انا شفت اكثر شيء عند الرجال مو النساء. نعم. لكن يا الاكثر اصابه التهاب مجربه بها النساء مثل ما تعرفين بها، خاصه اللي يهذن يعني اثناء سن البلوغ لحد ما المينوبوز يصير عندهم اكثر شيء التهاب مجربه بولية. شلون نتجنبها؟ كثرة شربة الماء، شرب الماء، تجنب أكلات معينة. نعم. حتى بحد ذاته شرب مثلا القهوة بصورة كثيرة، شرب الشاي بصورة كثيرة، إذن عوامل تأثر على تكوين حصى الكلى. نعم. دكتور، نروح لمحور آخر. نعم. على عجالة. نعم. أنه تشهد الآن مستشفيات العراق حملة إعمار وتأهيل كبرى. نعم. نحب نتعرف على مستشفى الكندي التعليمي، ما هي حملة التأهيل والإعمار التي تجرى فيها؟ نعم. طبعا الحمد لله والشكر انه تقريبا بدايه شهر العام شهر 12 المرحله الاولى، وقبل اسبوعين او ثلاثه اخر نهايه المرحله الاولى اكتملت.
المرحلة الأولى تعيين مستشفى الكندي كان المرحلة تقسمت إلى ثلاث مراحل من عندها. المرحلة كانت تأهيل الطوارئ ورتهات الجراحية نساء والجراحية رجال. المرحلة الثانية كانت استشاريات الباطنية واستشاريات الجراحية ورتهات الباطنية رجال والباطنية نساء والرتها العصبية وكذلك رتهات الار سي يو. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الأخيرة اللي هي شملت جزء من عدها من رتهات نهاية المستشفى بالإضافة إلى رتهات الحروق اللي هي تحتوي على 24 سرير. المراحل كانت يعني بالتسلسل تعرفين الصعوبة اللي نعانيها. نعم. تأهيل مع استمرار بالعمل. مراجعين يعني نعم. شلون مثلا رتهات اضطرينا فترة إعمار رتهات الجراحية ندخل مثلا هذه الرتهة صارت جراحية نساء ورجال. نعم. يعني عدد الأسرة 36 صارت بدال 72 صارت 36 سرير. نعم. وتقسمت الى نصف نصف 18 تحدي 18. كبير صراحه تحدي كبير طبعا. مع استمرار العمل بشكل استمرار العمل وكذلك حتى الاستشاريات أعمال. استشاريات اضطرينا مثلا كان تقريبا 30 غرفه هذه الاستشاريه تاهيل بقيه الغرف احيانا المواطن يعني المواطن عزيز علينا كلهم اخواتنا واهلنا تاخرت مواعيد العمليات او استشاريه زخم يعني يعذرنا لان كان اكو احنا نشتغل نص مو بنص طاقتنا لكن مثلا اللي عدد اللي موجود عندنا احيانا كانت تكون تسوي لنا مشاكل داخل المستشفى يدخل المريض ما يلقى سرير يعني هي طاقه استيعابيه للمرضى خاصه فتره التاهيل. نعم. حاليا ان شاء الله اكو حتنفتح مشروع الدايليزه عن طريق المشروع الوطني. نعم. بداوا المرحله الاولى صب الاساسات حتنفتح ترجع فتحت طبعا على فكره يعني احنا ذاك الشهر مقدار العمليات داخل مستشفى الكندي ما 1419 عملية أجريت في داخل مستشفى الكندي مع العلم حاليا عندنا تأهيل الجناح الخاص. نعم. وإن شاء الله مستقبلا عندنا مشاريع أنه نفتح صالات عمليات المواد البشرية موجودة عندنا. نعم. أطباء حتى تكلمت يعني بأمانة وصدق عندنا عمليات نوعية قالت مثلا تجرى فقط في مركز جهاز هضمي حاليا. نعم. تجرى في مستشفانا. وحتى مركز جهاز هضمي يعني قسم مثلا كان المرضى خارج العراق يعني يجروها وجريت في مستشفى الكندي. المرحله القادمه ان شاء الله متعادة تأهيل يعني التأهيل حتشمل ادهات دار الاطباء. نعم. الجراحيه رجال. عفوا عمليات الجراحيه وعمليات الكسور والعمليات الطارئه. نعم. وواجهة المستشفى إن شاء الله مستقبلا هذه المرحلة الثانية على تهيئة كل التوفيق إن شاء الله لكم دكتور الله وشكرا جزيلا على كل المعلومات القيمة اللي قدمتها حضرتك اليوم بحلقتنا لهذا اليوم. متابعينا الكرام شكرا جزيلا للمتابعة ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. تقبلوا تحياتي أنا دكتورة نورة محمد علي وتحيات كادر البرنامج. إلى اللقاء.